مرحبا، أنا لقاء ثامنة وبفيديو اليوم رح أحكي عن أهمية وضع حدود واضحة أو boundaries بعلاقاتنا مع الناس وكيف نحط هاي الحدود بدون ما نعمل مشاكل، وليه هاي الحدود مهمة وبتساعدنا نحافظ على علاقات صحية ودائمة ونقلل من شعورنا بالاستياء من تصرفات الآخرين. أنا شخصياً أعتبر اجتماعية وعندي علاقات معقدة وشائكة مع كتير ناس. مثلاً أنا وزي كتير ما بحب أبداً حدا يجبرني أعمل إشي أنا ما بدي إياه بالمخاجلة أو يحكي معي بلهجة متعالية ما بتعجبني، وعادةً بعبر عن استيائي مباشرة وبالحكي. دايماً كنت أعتبر هالصفة فيي سلبية ولازم أغيرها، ولكن كل ما كبرت بالعمر وشفت كيف علاقات حلوة وطويلة بين الناس بتتغير للأسوأ مع الوقت ومرات كثير بتنهار أو بتنقطع، بصير أتساءل إذا فعلاً أفضل إنه الناس يكون عندهم وضوح وصراحة بعلاقاتهم وكمان شوية كرم. خلوني أشرح لكم كيف. بالنسبة إلي العلاقات الجيدة أساسها الحدود أو الباوندريز. الحدود هي قواعد غير مكتوبة عن كيف إحنا نتوقع الآخرين يعاملونا. بعض القواعد بالتعامل بنتعلمها من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، مثلاً ما تمسك إيد حدا أو حتى تلمسه وإنت ما بتعرفه، ما تعلق على شكل أو لبس حدا إذا ما سألك عن رأيك. بعض القواعد بالتعامل شخصية تختلف من شخص لآخر، مثلاً أنا ما تحكي معي الصبح قبل ما أشرب قهوتي، شخص ممكن ما يحب حدا يمد إيده على صحنه إذا هو ما عزم عليه. بعض القواعد بنعتبرها جزء من الذوق أو الاحترام، مثلاً إنه الواحد يوصل على الوقت أو يفتح الباب إذا كنت شايل أغراض ثقيلة وهيك. كل شخص بالحياة عنده حدود معينة لازم يحافظ عليها، وهو مسؤول عن منع الناس من تخطيها. في كل مرة شخص بيتعدى حدوده بالتعامل معك، أنت مسؤول إنك تنبهه وتحكي له حتى يعرف إنه هالتصرف مش مقبول وإنه ما لازم يعمل هيك مرة ثانية. إذا شخص معين مزح مسحة ثقيلة أو مزعجة، مسؤوليتي أصححه أو أوصل له إنه المزح هذا مش مقبول، أو غير هيك رح يفكر إنه ما عندي مشكلة بهذا التصرف وهذا النوع من المزح مقبول عندي عادي. مسؤوليتنا إنه نعلم الناس باستمرار كيف يتعاملوا معنا، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. عادة إنك تغادر المكان أو تعطي الشخص المقابل نظرة استياء ممكن تكون كافية لوقف السلوك غير المرغوب فيه، ولكن هذا على فرض انه الشخص المقابل اول شيء متناغم اجتماعيا وفاهم عليك، وثاني شيء فارق معه شعورك وشو انت بتحب او ما بتحب. اذا تلميحاتك او الاشارات غير اللفظيه ما نفعت، لازم تعبر عن شعورك بالحكي. يمكن مرات بيكون محرج او غير مريح انه الواحد يعمل هيك. بعض الناس مستعدين يحرجوا اي شخص بضايقهم ويحطوا له حد بصوت عالي ومحرج قدام كل الناس، لكن بصراحة ما بعتقد إنه تعلم هالمهارة إشي كتير مهم أو أولوية. المهم عن جد إنه نتعلم كيف نعلم الناس اللي بنحبهم وبنعزهم وبتنا علاقتنا معهم تدوم، زي صديقتك، خطيبك، زوجك، أختك، حماتك، بنت خالتك أو أي حدا بهمك، إنهم يعرفوا حدودنا ويحترموها ويعاملونا بشكل مناسب. لازم تكوني شجاعة بس حذرة حتى تتجنب الإضرار بالعلاقة أو هدمها، بس ضروري نرسم حدودنا ونعمل هاي الخطوة. في أكثر من طريقة ممكن نأثر فيها على طريقة تعامل الناس معنا. نقدر نعبس بوجه اللي قدامنا، ننتقدهم، نسعى للانتقام، أو ببساطة نعمل هوشة. بس للعلاقات المهمة ومع الناس اللي بتربطنا فيهم علاقة طويلة المدى، أنا أبداً ما بنصح بأي من هاي الخيارات. برأيي أفضل طريقة للتأثير على الآخرين إيجابياً ولتلزمهم بحدودك إنه تشرح للشخص المقابل حدودك مباشرة وبأدب، وتحكي لهم شعورك لما هم تخطوها. تجنبوا إنكم تعطوا الشخص المقابل محاضرة بالأخلاق إذا غلطوا معكم وتفترضوا إنهم حاولوا إغضابكم عن قصد. إن الواحد يدافع عن حدوده الشخصية إشي كثير ضروري، بس لازم نحاول نوضح شعورنا للشخص مباشرة ونحاول نكون متفهمين، صبورين وكريمين بعلاقاتنا. هلأ كيف بدكم تعرفوا إنه شخص معين تعدى حدودكم؟ رح أعطيكم هنت أو مساعدة. لما تبدوا تشعروا بالاستياء من هذا الشخص، سواء كان شخص غريب أو شخص بتحترموه وبتحبوه. واحد من أسباب الاستياء في العلاقات إنه الشخص المقابل يتخطى حدوده. يمكن أنتوا سمحتوا لهالشي يصير وما حكيتوا إشي، بس داخلياً مش موافقين ولا مرتاحين. خلوني أعطيكم كم مثال.
لنفترض أنك طالع بالباص لمكان بعيد، مثلاً ساعة زمن، وكان في وراك طفل عمره 6 سنوات بيضرب المقعد تبعك من ورا وبصيب شعرك كل شوي. أنت مش مرتاح ومستاء من هالوضع، تقدر تطلب منه بأدب أنه يوقف. بهذا التصرف بتكون رسمت حدودك وحددتها. ممكن برضو أنك تختار تتحمله طول الطريق أو تقرر تغير مقعدك. إذا اخترت تتحمل أو تغير مقعدك، لازم تكون قادر تتخلص من شعور الغضب أو الاستياء اللي حاس فيه، وما تضل متضايق من الطفل وأهله بس عشان أنت ما كنت قادر تحكي وتكون واضح برسم حدودك. مثال ثاني، أنت مستاءة من عائلتك لأنه دائماً لما تجمعيهم عندك ببيتك بيقلبوا البيت قلب، وما حدا بيمنع الأطفال من التخريب أو بيساعد بالترتيب والتنظيف بعد العزومة. مرة تانية، عندك أكثر من خيار، بتضلي تعزيمي الكل وبتسمحي لنفس التصرفات تتكرر، بس بدك تتعلمي تكوني قادرة تمتصي غضبك وتتخلصي من شعورك بالاستياء من تصرفهم، أو بدك تتشجعي وتحكي إشي وتفهمي العيلة شعورك وتطلبي المساعدة أو تغيير السلوك. بالحالتين أنتي مسؤولة عن رسم حدودك أو تجاهل مشاعرك والتخلص منها. أنتوا مدينين لأنفسكم لتفرضوا على الغير مش كيف يتعاملوا مع الناس بشكل عام، بس كيف يتعاملوا معكم أنتوا. هذا إشي أنتوا لازم تكونوا قادرين تتحكموا فيه. طبعاً الناس مش ضروري ترد عليكم وتمشي على قوانينكم، بس وقتها أنتوا بتقدروا تقرروا تبعدوا عن هدول الناس جسدياً وعقلياً إذا هم اختاروا إنهم ما يحترموا حدودكم. الباوندريز أو الحدود الشخصية مهمة جداً لديمومة العلاقات. إذا صديقك، صديقتك، خطيبك، زوجك، أختك بتعدوا حدودك لدرجة بتوصلك للاستياء من تصرفاتهم، لازم تعلميهم حدودك وتوضحيها. إذا في شي زعجك بدك توضحيه للشخص مباشرة وتنبهيه عليها كل مرة بتصير، سواء بقصد أو بالخطأ. إذا بتتغاضي عن الموضوع، المرة بتصير مرتين وبعدين 10 وبعدين بتصير عادة. مع الوقت استيائك بيزيد، والاستياء بالعلاقات سام، بيخلي الواحد ينسحب عاطفيا ويوصل لمرحلة اللامبالاة. آخر شيء بدي أأكد إنه رسم الحدود بده صبر وكرم. الاختلاف مع شخص عزيز عليك ممكن يكون مقلق، ومرات كتير ما بنكون عارفين إذا محرز أصلا نواجههم أو إذا ممكن يزعلوا منا. تواصلوا مباشرة مع الناس اللي بتعزوهم واسمعوا منهم كيف حدودكم الشخصية بتأثر عليهم وعلى علاقتكم، واعطوهم مجال يغيروا طريقة تعاملهم معكم. ممكن هالخطوة تاخد وقت، بس رح تحسوا بعد فترة انه الامور عم تمشي بالاتجاه الصحيح. احكوا لي رأيكم بالموضوع، ملاحظاتكم دائما مرحب فيها، وشكرا على المتابعة.